بس تعالي نتخيل لو حصل ده في مصر، ده هيبقى حلو قوي. طبعا احنا بنعاني من كم طاقة سلبية. تعرفين يا جماعة انا شخصيا بعاني طول الوقت، بتسأل سؤال، رحمة انت بتضحكي كده على طول، رحمة انت سعيدة كده على طول. بجد الناس مش عارفة ان ده زي عدة كده، العدة بتاعت اليوم بتاعتي. انا ممكن يكون عندي مشاكل كتير جدا، ممكن يكون عندي حاجات كتير جدا ورايا لسه ما عملتهاش، بس انا بضحك وده انا ببدأ بيه يومي وبيخلص يومي كله على خير وفي سلام. الحمد لله. حتى لو انا عندي مشاكل بتهون الضحك بجد. اه طبعا. والطاقة الحلوة بيهون على الواحد، كأن مثلا حاجة على جرح عمال بيشفى. انت عارفة، بصي، هو انا بشوف ان كل بني ادم عنده حاجة معينة بيقدر ان هو يخرج بيها طاقته السلبية. في ناس زي ما انت مثلا بتعملي ان انت بتضحكي مهما تقابلك مشكلة، مهما تكوني متضايقة بتضحكي. ناس تانية لا، هي مقررة انه مثلا في الاسبوع لازم مرة اسافر، لازم كل ويك اند اكون مسافر حتى لو يوم واحد، انا كده بفصل. في ناس تانية النوم بيديلها سعادة. الجيم. في ناس ثانية ثالثة طبعا الجيم بيديلهم سعادة. في ناس مهما بقى كانوا طول الوقت هم متفائلين او ان هم مبسوطين، غصب عننا في اوقات بيحصل زي جو عام كده من الطاقة السلبية. يمكن ده اكتر وقت بنلاحظه وهو دخول الخريف او دخول الشتاء. ده برضو مش للناس اللي هي ما بتحبش فصل الشتاء، ولكن عامة فكرة تغيير الفصول ده ممكن بتصيبنا شوية بشوية اكتئاب أو مود وحش، وبعد شوية الموضوع علشان أشعة الشمس. بالظبط. عشان احنا في الصيف كنا بنتعرض لشمس أكتر من أي فصل تاني، فالفيتامين دي بيبقى عالي في الجسم. ده كلام دكتور باهر السعيد. ما أنا بقيت دكتورة مفسرة أحلام في إيه؟ صح. وإن شاء الله الفترة الجاية أفسر أبراج. أنا بتعلم بسرعة. طب بمناسبة الأبراج برضو كانت سابي وهي معانا قالت انه في وقت القمر لما بيكون مكتمل ده ممكن الناس بتكون مضغوطه شويه. صح. او يعني في ممكن تحصل مشاكل او خناقات ما بين الاثنين، فاعتقد انه في عوامل تانية ممكن برضو تكون مأثره حتى لو انت مودك حلو. حقيقي. وده في كل العالم على فكره، اول فصل الخريف ما يبدا داخل في ناس بيقول لك ريحه المدارس، ريحه قش الرز تقريبا، انا قلتها صح؟ قش الرز. اه، في ناس بتعمل لهم اكتئاب مع الجيوب الانفيه وخلاص كده، هو كده بالنسبه له الفتره دي متدمر فيها خالص.